خلينا نعرف منك يعني بشكل عام التناول الإعلامي للصحف الأمريكية للأحداث في غزة لأي مدى تغير؟ أيهم أكثر تحيز للجانب الإسرائيلي وكيف ينعكس على التناول الإعلامي أيضا على الشارع الأمريكي؟ أولا صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد الصحافة الأمريكية هي صحافة لها انحيازاتها التاريخية المعروفة. قضية دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز فكرة الاختلافات سواء الحزبية أو الاختلافات الأيديولوجية. مسألة دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة وللدوائر السياسية فيها مسألة ثابتة وتتجاوز كل الأطر السياسية والحزبية، لدرجة أن بعض الناس بتشوف أن دعم إسرائيل في الولايات المتحدة هو مسألة لها علاقة بالعقيدة في السياسة الأمريكية. لكن بالفعل زي ما حضراتكم أشرتم في المقدمة، الخطاب الإعلامي الأمريكي وخاصة بعض الصحف المقربة من تيارات معينة سواء داخل الحزب الجمهوري أو حتى التقدميين في الحزب الديمقراطي بدأنا نشهد بعض التغير. صحيح زي ما حضراتكم أشرتوا مش توازن كامل أو حياد في المعالجة، لأن الحقيقة الانحياز سافر للغاية منذ بداية هذه الأزمة للرواية الإسرائيلية، تبني كامل للمزاعم الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بأسباب الحرب وتوصيفات ما يتعلق بهجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل أو فيما يتعلق حتى بمبررات الهجوم على قطاع غزة وإسقاط هذا القدر الكبير وهذا العدد الضخم من الشهداء. الحقيقة بدأنا نشهد مع تزايد الفاتورة الإنسانية مع زيادة عدد الشهداء والضحايا خاصة من النساء ومن الأطفال بدأنا نلحظ بعض التغيرات. بدأنا نشهد تحول لفكرة الضغط على إسرائيل لاحترام بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ضرورة تحرك الولايات المتحدة وخاصة الرئيس بايدن لضمان معاملة أفضل للمدنيين، توفير آليات للحماية للمدنيين، وبالتالي بدأ يبقى فيه نبرة مختلفة خاصة مع تزامن وجود تيارات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بتنتقد أداء الرئيس بايدن والانحياز غير المحدود للرؤية الإسرائيلية وحضور عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين لمساعدة إسرائيل في عملية الانتقام الوحشي اللي بتقوم بها في قطاع غزة. الحقيقة أيضا هناك تيارات وهناك كتاب أمريكيين بيشيروا بشكل واضح إلى أنه هذا سيؤدي إلى أزمات مستقبلية كبيرة، وبدأ يظهر السؤال اللي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر: لماذا يكرهوننا؟